المستشار القانوني للمهندس إبراهيم محلب. استشار محمد أهلا وسهلا، تفضل. فيك أنا مبسوط جدا أن سعادتك بتصير قضية في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، ولا بد أن نضع لها حد، لأن إحنا شايفين رموز الوطن وناس الشرفاء في مصر بتهان، وقد يكون أدبهم وأخلاقهم بيمنعهم عن الرد. على المسار الشخصي، أنا صديق قبل ما أكون مستشار قانوني المهندس إبراهيم محلب، صديقه وياره الشخصي من أكثر من 25 سنة. صحيح. لم أرى شخصية بالفطرة وبالكياسة وبالتعامل بشرف وأمانة ونزاهة منذ أن كان رئيسا للمقاولين العرب. وهو بعت لي في أحد المرات، قال لي أنا رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب والقانون بيعطيني الحق إن أنا أخد ضعف المكافأة عن الأعضاء في المجلس، وأنا عايزك تعمل لي مبرر أتنازل أو أعضاء مجلس إدارة المقاولين العرب. حضرت المهندس إبراهيم محلب وهو في حياته لم يتخطى أو يتغير أو يخالف القانون، لدرجة في أحد المرات كنا نحن في نادي المقاولين العرب ومروحين وهو سايق بيا، فأمين شرطة اعترضنا وشتمنا بأوسخ الشتائم. ما كان رد المهندس إبراهيم محلب إلا قال خليه يختص مني لأن أنا خالفت القانون. فأنا بتكلم على الجانب الشخصي، المهندس إبراهيم محلب الوطنية، الإخلاص، الشرف، الأمان. صحيح. كون بقى صراع رجال أعمال مع بعض ودخلوا الناس الشرفاء في مصر في هذا الأمر، فلا بد أن القضاء والمشرع يتصدى لمثل هذه الأمور، بمعنى أن على رأس الجهاز القضائي رجل يعرف ربنا تمام المعرفة وأثق في قدراته ومعاييره، والمستشار حمادة الصالح، ورجل عدالة من الطراز الأول وهو يعلم مدى الظلم، وأعتقد أن هو قد وقع عليه ظلم سابق ويحس بمدى الظلم. أنا حاسس المهندس إبراهيم محلب ظلم وزجي به في هذا الأمر على غير العادة. الهدف الزج برجال الدولة والناس الشرفاء عشان يشككوا الشعب المصري في أبناء هذا الوطن ووفائهم لوطنه. شكرا لك المستشار محمد سليم. وعايز بس أقول من أيام قليلة أيضا شفنا دعاية على الفيسبوك.